قام رئيس وأعضاء المجلس البلدي بزيارة ميدانية لموقع جسر الشيخ جابر والذي بلغت نسبة إنجازه 99%. المشروع قرب على الانتهاء بموعده التعاقدي، وسيكون تاريخ 30 من شهر أبريل القادم موعد إنجاز المشروع بالكامل. جسر الشيخ جابر الأحمد تم إنجازه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن طريق مقاول عالمي وإشراف وطني بإدارة كويتية من كوادر هندسية ومساعدين إلى جانب الشركة العالمية المنفذة. يذكر أن المشروع تم العمل فيه على مدار 5 أعوام. مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد اقترب إنجازه بشكل كامل. هذا المشروع التنموي العملاق يعتبر من ضمن الجسور الأطول بالعالم، وتزامنا مع تنفيذ أعماله زار رئيس وأعضاء المجلس البلدي المشروع ميدانيا بحضور المهندسة سهى أشكراني مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالإنابة. هذا المشروع يعتبر مشروع لأول مرة في الكويت ينجز بأحدث المواصفات والمعايير والمقاييس وأحدث التقنيات المستخدمة في بناء الجسور. وهذا الجسر طوله تقريبا 36 كيلومتر، يبدأ من بداية تقاطع الغزالي مع ميناء شويخ وصولا إلى مدينة الصبية أو مدينة الحرير شمالا. طبعا الهدف من إنشاء هذا المشروع هو حل مشكلة الاختناقات المرورية خصوصا عند منطقة ميناء شويخ. حقيقة ما لمسناه اليوم فعلا أمر مشرف، أن الجسر شبه مكتمل، باقي بس بعض التشطيبات البسيطة اللي فعلا يعني أنا عاشرت هذا المشروع منذ 2014 وشهدته من بداية الحفر والآن أرى مكتمل، فعلا شعور لا يوصف. سعداء بأن نكون في يعني الأيام الأخيرة من تنفيذ المشروع، اللي المشروع تقريبا بناء على العام أعمال منجزة يعني تم الانتهاء منه حسب البرنامج الزمني للمشروع. وأيضا نفتخر بأن السواعد الشبابية خلينا نقول الكويتية ساهمت في إنجاز هذا المشروع في هيئة الطرق وأيضا وزارة الأشغال سابقا، فهذه كلها إن شاء الله يعني تعتبر مفخرة بأن هذه الخبرة انتقلت مع هذا الإنجاز الموجود. يبقى جسر الشيخ جابر البحري مترجما لخطط التنمية في الكويت، وسيتم افتتاحه لمرتدي الطرق بعد تاريخ 30 أبريل لهذا العام. فالمشروع تم تنفيذ العمل فيه حسب الجدول الزمني ووفق أحدث وأرقى المواصفات العالمية، بل سيكون معلما جديدا للكويت لما يتميز به من تصميم يشتمل على جزيرتين صناعيتين، الأولى قرب مدينة الكويت بمساحة تقدر بحوالي 300,000 متر مربع، والثانية قرب مدينة الصبية بمساحة مماثلة، وتتضمن الجزيرتين مبانا حكومية تخدم الجسر ومارينا ومساحات خضراء، إضافة إلى مساحات مخصصة للاستثمار مستقبليا. مشروع جسر جابر الطموح قريبا سيرى النور، لا سيما بعد وصوله لنسبة 99% من الإنجاز. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.